حبيباتي البنات، لاباس مبروكة، بصحة والسلامة، ادخل لكم ان شاء الله بالعافية. شنو جينا نحضروا؟ شلاضة صحية وسهلة مهلة. شنو عندنا هنا؟ عندنا لاريكو اللي سلقناه في الماء والملحة، عندنا خيزو اللي سلقناه في الماء ودرنا معاه الملحة، عندنا بطاطا حتى هي اللي مسلوقة مع الماء والملحة، عندنا مطيشة مقطعة خضرا، عندنا فلفلة مقطعة اللي شويناها وقطعناها قطع صغيرة، عندنا المايونيز، عندنا الطرا، عندنا الطون، عندنا هنا الرز اللي قطعناه، الرز مع بطاطا اللي قطعناها وسلقناها في الماء وشويه الملح مع بيضة مسلوقة، عندنا هنايا الخس، عندنا الخيار، عندنا مطيشة سويس، وهادو الفكوس مقطع قطع صغيرة، وش كيقولوا له الخس، وهذه الثومه مع القزبر مدقوق مع شويه الملح. على بركه الله غادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتنا وهانتم معانا. اول حاجه غادي ناخذوا اش كيقولوا له الرز ديالنا، نتمنى تكون واضحه معكم. ناخذوا الرز ديالنا، غادي نزيدوا عليه، غادي نقطعوا هاد البيضه هكا بهذا الشكل هذا بحال هكا قطع صغيره هي بحال هكا، ندير شويه هنا ندير شي شويه هنا. غادي ناخذ المايونيز ديالنا نصفيه، ندير شي جوج معلقات هنا هي بطاطا، ندير عاوتاني شي معلقة هنا بحال هكا. غادي ناخد طرا، ناخد الطون ديالنا، غادي ندير مع الزيت، ندير شوية هافي شوية، غادي نزيدو مع بطاطا. نتمنى انها تكون واضحة. غادي ناخد مايونيز، غادي نزيد هنا معلقة، هنا شي معلقة على حساب، نتوما كتخلطو نتوما كتذوقو. غادي نزيد شوية ديال البزار هانتوما بحال هكا، نزيد شوية البزار هنا وهنا وهنا بطبيعة الحال مع الملحة. من بعد ما خلطنا البطاطا ديالنا والرز، غادي ناخذ داريكو هو خيزو، وندير نفس الشرمله، ندير شويه ديال القزبر هنا، شويه ديال القزبر هنايا، وندير شويه ديال الكمون، شويه الكمون هنا، شويه الكمون هنا، طابيط الحال شويه ديال الزيت الملحة، الملحة طوق الأنا دايرة الملحة. صافي غنخلط هادشي، صافي غنخلط عاوتاني هادو وغندوزو لمراحل أخرى. من بعد ما سمحولنا على الدراري الصغار نقدر، غادي نخلط هادشي نخلط مزيان هاد الشلاطة ديالنا بحال هاكا. بطبيعة الحال ذوقو من الملحة، عاوتاني نخلط هاد حيدو هادي على جنب، وغادي نخلطو هادي الثاني. طب سلام دي صغير، نخلط هذا الشيء مزيان،
صافي نخلط انا هذا الشيء هذا وغادي نخليوه وندوزو للمراحل الاخرى. من بعد ما خلطت المقادير الاخرى غادي نجيب شويه المطيشه نخلطها مع فلفلة وشي شويه اخرى نخلطها مع الخس. غادي نزيد هنايا شويه الكمون شويه البصل شويه البصل ونزيد الملح هنا والملح هنا ثم الفروض حملكم شويه الزيت صافي ونخلط هذا الشيء ايوا ندوزو ونقدوهم في الطبيصه ديالنا. هانتوما معانا من بعد ما خلطنا جميع المقادير غادي نخدم الشلاطه ديالنا التبصيل ونخدو سلاحه بحال هكدا ونغمرو نتمنى انها تكون واضحه معاكم بحال هكا وغادي نجيو ونحطوها هنايا نزيد الشكل الثاني بحال هكا نجيب خيزون ماريكو ديالنا غادي نجيبو بحال هكدا هكدا ني عندكم زوقو بيه وصافي. غادي نجيبو البطاطا ديالنا غادي نحطوها بحال هكا نجيبو خيزو غادي نجيبو بحال هكا مش لاضة اقتصادية. غادي ناخد ديك الخيار ديالنا كشي ونديرو هنا في الوسط غادي ناخد فيها ديك الفلفل ديالنا غادي نصبق بيها غير هكا بحال هاد الشكل ثم لي بغيتو الشكل لي بغيتو ديروه ديروه انا دغيا دغيا نجد هادشي هدا صافي من بعد نجيب Thank you.
هاش لاضيف لها القشطه نكمل معايا ونوريو الشكل النهائي. ها هي الشلاطه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي صحيه وزوينه ودغيا كتوجد في ساعه. من بعد ما وجدنا الشلاطه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي صحيه بالنسبه لهاد العيد هذا بنادم يوجدها، كتجي جديده. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابوناو معنا في القناه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نحضر معكم واحد الوصفة غنية والمغاربة كلهم كيعرفوها، هو الطاجين بالطاجين د اللحم بالبرقوق. شنو عندنا؟ عندنا اللحم على حسب الكمية اللي عندكم، عندنا البرقوق على حسب الكمية شحال ما بغيتو، عندنا القزبر والمعدنوس مدقوقين واحد معلقة كبيرة، عندنا راس معلقة صغيرة ديال البزار، عندنا معلقه صغيره ديال السكينجبير، عندنا واحد الفص ديال الثومه، عندنا شويه ديال الملح والخرقوم بالزيت، وعندنا القرفه، وعندنا شي جوج بصلات مشلضين كبارين. اول حاجه وعلى بركه الله غادي نبدا باللحم. غادي ناخذ العطريه ديالنا كامله هكذا، وغنزيد عليها شويه د الزيت عاد نكمل، وغادي نقبط هذا اللحم هذا وغادي نشرملو في هذا الخليط هذا، وغنخلي ثلاثه. اللي عندو زعفران شعرة يدير زعفران شعرة باش يعطي حتى ديك اللون مزيون. غنخلي هذا واحد شوية على ما تدخل فيه الشرمولة، غنخلي هذا على ما تدخل فيه الشرمولة، وغندوزو البرقوق كيفاش غادي نغسلوه. على ما خليت اللحم ديالنا شوية يدخلو ديك الشرمولة غندوز البرقوق لي غسلته مزيان، غنديرو في كسرونه، غنزيد عليه الماء على حساب يطيب لنا الماء، القياس لي غيطيب لنا البرقوق. وغنزيد واحد هنا عندي واحد معلقه صغيره د القرفه، غنرد هاد الشي فوق البوطه. من يطيب ليا البرقوق غادي نزيد جوج معالق كبار ديال سنيده، وانتم على حسب الذوق، اللي بغى يزيد الكميه يزيد السنيده، اللي بغى على حسب الذوق ديالكم. غادي نرد هادشي فوق البوطه على ما يطيب لنا البرقوق، وغندوز اللحم. البنات نسيت ما قلت لكمش، كديروا شي شويه ديال الملحه في ديك البرقوق والقرفه، وغادي نردوا فوق البوطه. انا نسيت ما قلتها لكمش، انا قلتها لكم. من بعد البنات كناخذ البصله ديالي كنزيدها على ديك الشرموله اللي درنا في ديك اللحم، غنزيدها هكا وغادي نخلط بيدي، وغندير هاد الشيء هذا في الطنجره باش تنس منا ديك البصله وديك الشيء. انا كنستعمل يدي. غندوز دابا للطنجره ديالنا وغادي ندير هاد البصله، غنزيد ديك الزيت تقريبا نص كاس اللي درنا ديال الزيت، صافي بحال هكا. وغنزيد اللحم ديالي وغرد هاد الشي هذا يتشحر فوق البوطه، وغنوريكم التتمة. من بعد البنات درنا ديك اللحم ديالنا، كنحركوها شي شويه على ما كتدخلنا ليها ديك الشرموله، تقلى بحال هكا شويه
وغنزيدها الماء والماء خصو يكون القياس اللي يغطي لك اللحم باش ما توليش تزيدي مره ثانيه الماء باش ما يبسلكش اللحم. غادي نزيد انا دابا الماء وغنسد عليها حتى طيب ليا ونطلعها. هانتوما البنات غادي نزيد الماء دابا اللي قلت لكم تنغطيها، حاولوا ما تكبوش في اللحم، كبوا هكذا تنغطي ديك تنغطي اللحم. هانتوما هانتوما بحال هكا صافي. غادي نغطي انا هاد اللحم ديالي ونخليه حتى يطيب ونطلعها. من بعد من طاب علينا اللحم كنخليها تقلى مزيان شويه حتى تغملنا ديك البصله ونطلقها ونشوفوا الشكل النهائي. وها هو الطاجين ديال اللحم بالبرقوق ديالنا، كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي لذيذ وكيجي زوين وبطريقه سهله. الى عجبتكم الوصفه بارطاجوها مع الاحباب والاصحاب وتابوناو عندنا في القناه وديروا لايك. بيتو لاباس عليكم، كي دايرين؟ كلشي هاني. اليوم جينا نحضروا معكم وصفه وكلشي كيحمق عليها، ما كاينش اللي ما تيبغيهاش، وهي الهرقمه. شنو عندنا في القادير؟ عندنا رجل وحده هرقمه، رجل وحده، عندنا جوج بصلات مشلضين، عندنا زلافه الحمص، عندنا نص كاس زيت البلديه، عندنا شويه ديال المعدنوس، عندنا شي كاس الفصوص والصغار ولا ربعه ديال الثومه، عندنا معلقه ديال التحميره، معلقه ديال السنجبير، راس معلقه ديال البزار، عندنا الخرقوم وعندنا الملحه. على بركه الله اول حاجه شنو غادي ناخذو؟ ناخذو الطنجره ديالنا، غندير فيها الهرقمة ديالنا على هذا الشكل، هذا بحال هكذا. من بعد ما درت الهرقمة ديالنا شنو غادي ندير؟ ندير البصلة، نديرو كلشي بدقة وحدة، ندير الزيت، ندير مع المعدنوس، ناخذ معلقه، وغادي ندير سكينجبير، تحميره، ندير البصوص، ديروهم هكا ولا قطعوهم اللي بغيتو، ندير خرقوم، ندير راس ميقه ديال البزار والملحة، كنفضل نديرها بيدي بحال هكا. غادي نخلط هذا الشيء وغنربطو فوق البوطة، ما نشحرو ما والو، غنردو فوق البوطة وغنزيد عليه الماء سخون يكون طايب. غادي نردو فوق البوطة ديالي، غادي ندير له الماء ونردو فوق البوطه، ومن غادي يغلى لي غادي نكملوا المراحل. من بعد زدت عليها الماء سخون وغنسدها ونديرها فوق البوطه طيب، وتبعوا معنا باش تشوفوا الطبق كيفاش غادي يجينا. هانتوما معنا البنات. من بعد ما درت الهرقمه ديالنا وغلات لنا شي شويه، غادي نقبض وغنزيد عليها الحمص هكا
وغرد كلشي فوق البوطه وغنسد عليها ونخليها حتى تطيب ونتلاقاو ونشوفوا شنو غنزيدوا لها لان غادي ندير لها الرز. يلا ها نتوما معانا. من بعد ما طابت معنا الهركمه ديالنا غادي نزيدوا عليها كتجي معلقه غنزيدوا عليها الرز نتوما بحال هكذا نتوما غادي نسد الطاوه غادي نسد عليها لما يطيب لنا الرز ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما وجدنا الطبق ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا غادي نحط نتوما كتجي معلقه كتجي مريقه معلقه نتوما غادي نكمل انايا الحطه ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. هاد الطبق ديالنا وجد كيجي على هذا الشكل هذا كيجي زوين. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابعونا عندنا في القناه. السلام عليكم البنات، اليوم جينا نحضروا معكم الدجاج مشرمل وفي الفران. عندنا الدجاج بطبيعه الحال اللي غاسلينه مزيان بالملح والخل. عندنا هنايا العطريه، عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال السكينجبير، عندنا راس معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه ديال الموطه وطريقه ديال الملحه. عندنا هنا قزبور مع شويه ديال المعدنوس والثومه مطبوق تقريبا شي ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم ولا اربعه مع القزبور والمعدنوس. عندنا الزيت وعندنا الحامض على بركه الله غنجيبو على بركه الله غادي نديرو هاد الموطه وهاد العطريه كامله غادي نديروها نديرو كميه ديال القزبور نديرو الزيت نديرو ديك الحامض شي معلقه كبيره ديال الحامض صافي نخلط هادشي هكا. ودابا انا غنستعمل يدي. من بعد انا غنستعمل يدي هكا وناخذ ديك الدجاج ديالي وغادي نشرملو بحال هكا نقبل الدجاج حاولوا تدخلوا فيه الشرموله مزيان وتقبوه هكا غير صغير هكا نتوما. ونكمل انا على هذا الشكل هذا ندخل هاد الشرميله هادي ونتلاقاو. من بعد ما شرملتها كنخليها في هاد الشرموله هادي شحال ما بغيتو قد ما بغيتو يا ساعتين كل ما خليتوها كتدخل فيها ديك الشرموله وكتعطي لذة زوينه. غنخليها دابا شي شويه لما تدخل هذيك الشرموله ونتلاقاو باش نديروها في اللاطة. من بعد ما خرجنا الدجاج ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا كيجي هائل. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابوناو عندنا في القناه.
تعيش بطريقه بسيطه جدا. شنو عندنا فيها؟ عندنا جوج كيسان ديال الدقيق الفرص، عندنا نص كاس الزيت، عندنا مليحه، وعندنا الزعتر اختياري. اللي بغى يدير الزعتر يدير الزعتر. على بركه الله غادي نبدا نجيب الكسعه ديالي نخلط فيها هادشي. غادي ندير فيها ديك جوج كيسان ديال الفرص، غادي نزيد مليحه بحال هكا. ساهله اقتصاديه، ما فيها لا زبده لا والو، كتجي مرمله مزيانه. غادي نجيب هذا الزيت وغادي نخلط هكا الزيت، غادي نبقى غادا هكا ندخل ديك الزيت في هاد الدقيق بحال هكا. من بعد ما دخلت هذا الزيت في الدقيق غادي نجيب الماء وغادي نعجنها بحال هكا، شي تقريبا شي ربع كاس ديال الماء هي تجمع لك ديك العجينه. صافي بحال هكا نجمع انا هاد العجينه ديالي. ها ربع كاس ديال الماء كتجمع لك ديك هانتوما. غادي نديرها في البلاستيكة ونخليها ترتاح وندوزو للحشوة. من بعد كندوزو العجينة ديالنا على هذا الشكل، هذا كنقطعوا معنا منها هكا كويره بلا ما تطلقوها لا حتى شي حاجه، بحال هذا الشكل هكا نتوما بحال هذا الشكل. وغادي تقبطوا الطاطوليت ليكيش ديالكم غادي تسرحوها بحال هذا الشكل هكا، لا ما تطلقوها لا بدلاك لا حتى حاجه، غير هكا تبقاو غاديين نتوما كتقادوا فيها هكا هكا. ساهله ما فيهاش تماره بزاف، هذه كتجي ساهله صافي وكتبقاي تقاديها بحال هكا كتبقاي. هذا كناخذ انا بحال دابا هذه خدم بها كندير لها بحال هذا الشكل هكا كنقادها بها ها وكنحيد صافي وكنبقى نقاد كنبقى غاده هكا صافي كنقاد لبنت لي شي حاجه صافي وكنحطها. نزيد معكم الشكل الثاني، كناخد العجينه هكا كتجي مرمله، كناخد لاطارطوليت ديالي اللي كيش هي هذيك كندير لها بحال هكا صافي صافي. انا غنبقى غادا نكمل على هذا الشكل هذا حتى نكمل هاد لا كونتيتي اللي عندي اللي بقالي ونتلاقاو للحشوه. بالنسبه للحشوه شنو عندنا فيها؟ عندنا هنايا بصيله مشلضه، عندنا شويه ديال الفلفله، غادي عندنا الطون. غادي نديرو هذا الشكل المقله، غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره، ندير راس معلقه ديال البزار، ندير راس معلقه ديال سكينجبير، وندير شويه ديال الخرقوم راس معلقه، وغندير الملح على حسب الذوق. غادي ونزيد عليها الزيت. من بعد هرد هادشي فوق البوطه هانتو، غنزيد شويه ديال الزيت باش طيح لنا ديك البصله، هرد هادشي فوق البوطه من هاد الطيب نتلاقاو. من بعد ما طابت لنا ديك البصله وصوبنا ديك ليكيش ديالنا ودخلناهم الفران، غادي نزيد عليهم الطون. نزيد عليهم الطون بحال هكا صافي. هذه هي الحشوه اللي غادي تكون ديك ليكيش. وندوزو دابا لاباراي اللي غنديروا لهم الكريمه اللي غتجي فوق منها. بالنسبه
بالنسبه للكريمه اللي غنديروا فوق منها، عندنا هنا فرماج محكوك، عندنا نص كاس الحليب، عندنا دانون مسوس، عندنا بيضه. غادي نقطعوا البيضه، غادي نديروها في هذا، غنزيدوا عليها الحليب، غنزيدوا عليها معلقه كبيره بحال هكا ديال دانون مسوس ولا جوج حتى جوج هكا، ونخلط هذا الشيء، غنخلط هذه هكا. وفي الثاني نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعمروها، كيفاش غادي نصاوبها. نبقى غادا على هكا نقربها، ايوا نتلاقاو فاش نعمرو. من بعد ما وجدنا الطارطوليت ديالنا كيجيو على هذا الشكل، غادي ناخذوا الفرماج بهذا لاباري ديالنا والحشوه. ها هي غادي نبداو بالحشوه، غادي نقطعوا الحشوه ديالنا، وغادي نهزو وغادي نحطوها هنايا بحال هكا، غادي نهز بحال هكذا حشوه، غادي نحطها هنا، غادي نفرقها بحال هكا نتوما. بعد شنو غادي ندير؟ غادي نقبض قد ديك الحشوه ديالنا بحال هكا في كل جوانب بحال هكا نتوما. غادي نقبض ديك لاباري ديالنا اللي درنا، ها هي، وغا نديرها فوق منها بحال هكذا، كتجي لذيذة مزيونة بزاف واقتصادية، العجينة كطيح اقتصادية والحشوة اقتصادية نتوما. غادي نزيد عليها من عمرناها هكا بحال هكا نقادها، غنزيد عليها الفرماج، نصوم معكم الثانية ها هي، قادوها صافي. غنبقى مستمرة أنا على هاد الشي هاد الشكل هذا حتى نكمل هاد الشي هذا، ونتلاقاو تشوفو بحال هكا كيجي، وندخلهم للفران. ساليتهم التعمار ديالهم، هادي اللي دابا نقبطهم وندخلهم للفران ونطلقهم نشوفوا الشكل النهائي من اللي طيبوا. من بعد ما خرجنا ليكيش ديالنا من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي العجينه مقرمشه وفتيه بزاف. الى عجبتكم هاد الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب، وتابوناو معنا في القناه، ديروا لايك لايك لايك. بالزعتر، عندنا جوج كيسان علبة ديال السميدة الرقيقة، عندنا الزيتون كحل، عندنا الزعتر، عندنا الملحة، عندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا الخمارة، وعندنا معلقة سنيدة. غادي ناخد هاد المقادير هادو غنديرهم في لاطان، نخلطهم، غندير السميدة، غنزيد معلقة، نزيد معلقة سنيدة، نزيد الملحة، ندير الزعتر، ندير نص كاس ديال الزبدة، نخلط كلشي دقة دقة، ندير معلقة ديال الخمارة الحلوة، ونخلط هادشي.
ندخل ديك الزبده هذيك الخليط مع السميده زعما نبقى هكا كنخلط ديك الساعات نزيد عليه الزيتون ونوريكم كيفاش غادي يجي. من بعد ما دخلت ديك الزبده في ديك الحريشه غنزيدو الزيتون قطعوه ولا خليوه هكا كلي بغيتو ونجمعو الخليط بشويه د الماء صافي غنبقى غادا على هاد الشكل هذا حتى نتلاقاو نشوفو كيفاش نديرو نطيبوهم وكيفاش نصوبوهم. بعد البنات كناخدو قوايره بحال هكدا كنديرو لها على هاد الشكل هكا كنديرو شويه د السميده كناخدو هاد الغطايه هادي انا ما عنديش كنقبطها كنديرها على هاد الشكل هكا هادي اي غطايه عندكم باش تاخذ لكم القياس كندير لها على هاد الشكل هكا وغادي ندير نديها فوق البوطه ردها تسخن ونوري ندير معكم وحده اخرى هاو ثاني ها نتوما نديرو بهذا الشكل ها نكوروها نديرو شويه ديال السميده كنديرو ديك السميده كنديرو على هذا الشكل هكا ها نتوما حركه تاخذ معانا الشكل الدائري انا ردت المقله فوق البوطات السفن كنديروا لها هكا وكنديها فوق المقله طيب من بعد ما كنشكلوهم كنديروهم يطيبوا فوق البوطه حنا كنقلبوا فيهم حتى كيتحمروا كيعطيونا واحد اللون ذهبي بحال هكذا غنبقى مستمره انا على هاد لها الطريقه هكا حتى كنكمل الكميه ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي كي غادي يجي. من بعد ما كملنا الطياب ديال الحرشات ديالنا كيجي على هذا الشكل هكا كيجيو حريشات صحيين ولذات بالزعتر والزيتون وكيوجدوا في ساعه دغيا كيوجدوا. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابوناو معنا في القناه وديروا لنا لايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. وهاي هي حريشه ديالنا هانتوما كتجي زوينه زوينه بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نحضر معكم وصفه غنيه عن التعريف وهي الحريره المغربيه بالشوفان ومي زينة. على بركه الله شنو عندنا؟ عندنا مزلفه ديال الحمص مع شويه ديال الفول، عندنا هنا كيلو ديال مطيشه محكوكه، اللي بغى ينقص المقادير ينقص واللي بغى يضاعف يضاعف. عندنا هنا مكسه محكوكه، عندنا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، عندنا كاس الشوفان، عندنا كاس الشعيريه مخلط مع المحمصه، عندنا معلقه ونص كبيره ديال المعدنوس، عندنا جوج معالق كبار ديال القزبر، عندنا جوج معالق ديال الكرافس، عندنا الزيت، عندنا معلقه
ونص ديال المايزينا. بالنسبه للتوابل عندنا هنا الخرقوم، شويه ديال الملحه، الابزار، وسكينجبير. على بركه الله ناخذ الطنجره ديالنا نديروا فيها البصله، نديروا فيها الربيع، نديروا الحمص، اللي عنده دجاج يدير دجاج، اللي عنده اي حاجه يديرها. غادي نديروا هنا العطريه كامله، غنزيدوا الزيت، غادي نردوا هذا الشيء يطيب فوق البوطه ونتلاقاو باش نوريكم المطيشه شنو غادي ندير ليها. من بعد ما درت لها الماء غادي نردها فوق البوطه ونخليها تغلي ونوريكم التتمه ديال هذه الوصفه. من بعد ما حكينا المطيشه ديالنا زدنا معلقه كبيره ديال مطيشه ديال حك في المطيشه اللي حكناها، وغادي نجيو وغادي نردوها ديك نردوها في ديك الحمص والكرافس ديالنا اللي طاب. غنخليوها تغلى شويه، نبقاو غاديين على هذا الشكل، وندوزو نطحنو الشوفان، ندوزو نطحنو الشوفان ديالنا ونكملو التتمة. من بعد ما غلات معانا الحريرة ديالنا كتجي على هاد الشكل هذا، كنقبطو هذا الشوفان ديالنا اللي طحناه ونزيدو له معلقة ديال ونص ديال المايزينا، وغنحركوها، غنحركها مزيان، غنبقى غادا كنحركها وديك الساعات نوريكم كي غندير. من بعد ما حركتها غادي نجي وغادي نكبها هكذا، غنبقى نخلط نحرك غنبقى نخلط تتعقد معانا، غنبقى مستمرة أنا على هاد الشكل هذا حتى نوجد الحيرة ديالي ونتلاقاو ونشوفو الشكل النهائي كيفاش غيديرو. غنديرها مي غادي نبقى نحرك هكا، غادي نزيد لها شوية ديال في التالي ندق القصيبر، وغنزيد القصبور والشعرية ونوريكم الشكل النهائي كي غادي يجي. من بعد البنات هالحيرة ديالنا من طاب ديك الشوفان وديك الشي، غادي نزيد عليها الشعرية بحال هكا، غنحرك عاوتاني هاد اللحظة هادي كنكون ضاقة أنايا شوية ديال القزبور، غنجيبو غنجيبو وغادي نكبو باش كيخلي لي واحد النسمة زوينة ديال الحريرة. صافي غنبقى نحرك على هاد الشكل هذا حتى يطيب معانا ديك الشعرية ونقدموها بالصحة والعافية. من بعد ما وجدنا الحريرة ديالنا بالشوفان كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي هائلة وخفيفة وصحية. بالنسبة اللي كيضروا الطحين هذا هو الشكل النهائي، كتجي مزيونة وخاطرة بالشوفان ونشا، كتجي خاطرة ولذيذة ومزيانة وبالصحة والراحة. ولا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابوناو عندنا في القناه، ديروا لايك البنات، لايك لايك لايك.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نحضر معكم واحد الفطيره، واحد العجينه كتجي مزيونه ولذيذه. شنو عندنا فيها؟ عندنا كاس ديال الطحين، عندنا نص كاس زيت، عندنا كاس الماء، معلقه د الخيل د الخل بيض البيضه، عندنا معلقه د الملحه، معلقه د السنيده، ومعلقه د الخميره. اول حاجه شنو غادي نديرو؟ ناخذ المول ديالنا. فاش غادي نديرو هذا الخليط؟ غنديرو كاس د الماء، غنديرو معلقه د الملحه والسنيده تتفاعل معانا، نديرو معلقه د الخل، نحركو هاد الشي، غنزيدو كاس ديال الطحين. نخلي هذا الخليط هذا على ما يتفاعل معايا، نحرك هكا مزيان ونخليه يتفاعل معايا ونتلاقاو ونشوفوا التتمه ديال العجين. من بعد ما وجدت معنا العجين كتفاعل هكا، غادي نزيدو عليها ديك نص كاس ديال الزيت، غادي نقطو بيض ديال البيضه، نحيدو نديرو بيض ديال البيضه بحال هكا، ونحيدو الصفار، ونجيب الطحين ديالنا لي مغربلاه، ونبقى نزيد شويه بشويه وانا كنعجن ونشوف بحال هكا. مازال نزيد مع العجينة الطحين، غنبقى انا مستمرة على هاد الشكل هكا حتى نجمع العجين ديالي ونتلاقى نوريكم العجين كي غادي. من بعد ما كورنا العجينة ديالنا كتجي بحال هاد الشكل هذا، غادي نخليها شوية ترتاح وندوزو باش نشكلوها، نخليها ترتاح شوية وديك الساعة ندوزو باش نشكلوها. بالنسبة للحشوة ديال الفطيرة ديالنا، عندنا ليها قطع ديال الدجاج مقطعين طريفات صغار، عندنا معلقة صغيرة ديال سكينجبير، عندنا معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الحوت، عندنا معلقة راس معلقة البزار، معلقة ديال التحميرة، عندنا هنا فلفلة حمراء وخضراء، وعندنا معلقة الصوجة، وعندنا قزبر والمعدنوس، وعندنا راس معلقة الهريسة، وعندنا هنا الزيتون مقطع. غادي ندوز ندير هاد الشي هذا في المقلة ديالنا يتشحر، غنديرو المقلة ديالنا فوق البوطة، وعندنا فصيص ديال الثوم، غادي نرد هاد الشي هذا فوق البوطة يتشحر ليا، عندنا هنا الدجاج ديالنا درتو فوق المقلة، غادي نزيد عليه ديك الفلفلة، غنزيد عليه ديك المعدنوس والقزبر، غنزيد عليه العطرية ديالنا كاملة لي درنا، غنزيد معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الصوجة، نرد هاد الشي فوق البوطة يتشحر، وما يتشحر نتلاقاو نشوفو كيفاش غادي يجي. من بعد ما وجدت لنا الحشوه كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نزيدو ديك وعندنا الزيت مقطع، وعندنا هنا لاصوص طوماط، اي واحد كيعرف لاصوص طوماط كنس، هادو هي الحشوه اللي غادي تكون عندنا فرماج محكوك. انا غنحكو من بعد خدينا العجينه ديالنا، نديرو لها الطحين، غادي نطلقوها بحال هكا، نطلقوها هكا قلقة، نستمر انا على هاد هكذا، حاولوا نطلقوها دائريه، نستمر انا على هاد لهاد الشكل هذا، وديك الساعه نطلقوها ونشوفوا شنو كيفاش غادي نديروا لها. بعد ما طلقناها كتجي على هاد الشكل هذا، غادي نقبضها انا ونديرها في المقله اللي غادي تدخل للفران، وغادي نجلس نشكلوها. نجيب المقله نحطها بحال هكا، بحال هكا،
تما في مكان عندكم البلاطه عندكم ديروها. غادي نجيب من بعد ما درناها في المقله غادي نجيب باش نقطع واحد الدائره هكا ونتلاقاو ونشوفو تتيما. من بعد ما طلقناها كناخذوا شي دائره وكنجيبوها في الوسط بحال هكا ماشي نقطعوها غير نرسموها ونحيدها. عطينا هذا الشكل هذا نقطعوا الموس غادي نقطعها هكا ونوليو نقطعوا هكذا ونقطعوا هكذا ونوليو نقطعوا هذا الشكل هذا يجي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيبوا الحشوة وغادي نعمروها. من بعد غادي نجيبو لاصوص ديالنا لاصوص طوماط غادي نجيبو عليه ندوروها هكذا بحال هكذا بحال هكذا نبقاو غاديين هكذا. كتجي هاد الخطيرة زوينة نبقاو غاديين على هاد الشكل منطلعوهاش حتى الفوق غير واحد شوية بحال هكا نغطوها. غادي نجيبو الحشوة ديالنا غادي نديرولها بحال هكا نجيبو ديك الزيتون ديالنا وغادي نديرو من فوق منو بحال هكدا هكا. غنجيبو الفرماج ديالنا وغنديروه غنكمل انا هكا نبقى غادا بالفرماج هكا ونتلاقاو ونشكلوها وهانتوما معانا باش نشكلوها نشكلو فيها. من بعد ما عمرناها كنجيبو هاد الرويس هذا وكنديرولو هكا عاوتاني نجيبو هاد الشكل هذا بحال هكا. هادي فطيرة ديال الوردة بحال هكا بحال هكا غادي غادي ندهنها وندخلها الفران ومي غطيب نتلاقاو ونشوفو الشكل النهائي ديالها. من بعد ما دهناها كتجي على هاد الشكل هذا ودرنا لها شويه الزنجلان غندخلها الفران طيب ونتلاقاو ونشوفو الشكل النهائي كي غادي يجي. من بعد ما خرجناها من الفران كتجي على هاد الشكل هذا كتجي في المنظر روعه روعه والمذاق مزيون. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب وتابوناو عندنا في القناه ديروا لايك لايك لايك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا لكم بواحد الوصفة وهي عبارة عن ميني بطبوط
كيجي بالمذاق روعه 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 وحشوه لذيذه. شنو عندنا؟ عندنا 4 كيسان ديال العنبه ديال الفوس، مع كاس عنبه ديال الفينو، عندنا معلقه صغيره ديال الخميره ها هي، وعندنا المليحه راس معلقه صغيره وعلى حسب الذوق ديال الملحه، عندنا معلقه صغيره ديال سنيده، عندنا معلقه ديال الزيت، غادي نجمعوا هذا الشيء في المدافي ونجمعوا هاد العجينه ديالنا بالمدافي بحال هكا، المهم انا غنبقى على هذا الشكل هذا تنكمل العجينه ديالي ونتلاقاو ونوريكم الشكل النهائي كي غيجي ديال. من بعد ما جنا العجين المخمر ديالنا غادي نشكلهم مكويرات صغارين بحال هذا الشكل هكا، كيجيو معنا خفافين بحال هذا الشكل، بحال شكلهم ليبيات، ونحطوهم في اللاطة بحال هكا، نستعمل شويه ديال الدقيق هانتوما بحال هكذا، وندير وحده اخرى معكم بحال هكا، هي العجينه كتلصق معاكم حيت خفيفه شويه، مهم كديروا لها الطحين ما كتبقاش. نبقاو مستمرين على هذا الشكل هكا ونتلاقاو ونوريكم كي طريقه كيفاش نديروا نعمروهم في الحشوه. بعد ما كورناهم كنديروا لهم بحال هذا الشكل هكا، غادي نغطيهم نخليهم غير شويه يرتاحوا ونتلاقاو باش نعمروهم. بعد غادي ندوزوا للحشوه ديال الميني بطبوط اللي غادي نديروا. شنو عندنا فيها؟ عندنا البصله، عندنا فلفله خضراء، عندنا شويه المعدنوس، عندنا تويمه ها هي رويس تويمه، فص ديال الثومه، عندنا فلفله حمراء. بالنسبه للتوابل عندنا شويه سكينجبير، معلقه صغيره د السكينجبير، معلقه صغيره د الخرقوم، معلقه صغيره راس معلقه د البزار، شويه د الهريسه اللي عنده، معلقه صغيره د التحميره، والملح على حسب الذوق. ومن غنطيبوا هذا الشيء هذا كامل والزيت بطبيعه الحال، غادي نتلاقاو باش نوريكم الحشوه اللي غادي نديروا لها. ندوزو نديرو البصله في المقلاة تشحر ونزيدو عليها الفلفله، الفلفله اللي درنا فيها بشكل كامل، نزيدو التوابل، نزيدو التوابل كامله لان غنخليها تشحر تشحر فوق البوطه، من بعد نتلاقاو نوريكم كيفاش غادي شنو نزيدو عليها. من بعد ما طابت لنا الحشوه ديالنا غادي ناخدو الطون وغادي نزيدو الطون بمطيشه ونزيدو عليها، وغادي نخلطو وغندوزو دابا العجينه، نخليو الحشوه تبرد وغندوزو العجينه ديال البطبوط ديالنا. وهانتوما معانا. من بعد البنات كناخدو الكواره كنديرو لها بحال هذا الشكل هكا، كنطقوها بحال هذا الشكل هكذا، نخليوها من الوسط شويه غليظه، غادي ناخذو الحشوه غادي نديروها في وسط ليها، غادي نجمعو بحال هكا، بحال هكا بقاو غاديين بحال هكا. وانا راني درت المقله ديالي فوق البوطه باش غادي نطيبهم، خاصها تكون سخونه، كندير لها بحال هكدا، كندهنها بشويه ديال الزبيده بحال هكا، غادي نحطها. نولي نهز معاكم وحده اخرى، غادي نطلق المخمر ديالنا هكا على هذا الشكل هكا، غنزيد الحشوه، غادي نجمع. غنبقى مستمره انا على هذه الطريقه هذه نكمل ديك العجينه اللي باقا لي ونتلاقاو نوريكم كيفاش نطيبوهم. من بعد البنات كناخذوا الكوايرات ديالنا ميني بطبوط ديالنا ولا بطيطات ديالنا، كنقرصوهم على هذا الشكل هكا وكنديروهم فوق البوطه يطيبوا. كتكون المقله سخونه
هنا راني وديت في حده اخرى كطيب، غنبقاو غاديين على هذا الشكل هكا تيطيبو، ونوريكم الشكل النهائي ديالو كي غيجي. من بعد ما طاب المخمر ديالنا اللي معمر بالطون والفلافل كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي مزيان والمذاق زوين. الى عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصحاب، وتابوناو معنا في القناه، وديروا جيم لايك لايك لايك. العجين شنو عندنا فيها؟ عندنا كاس الى ربع ديال الزيت، عندنا كاس وربع ديال الماء، غنديرو كاس وربع ديال الماء، غنديرو معلقة صغيرة ديال سنيدة، ومعلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال الخل، أي خل اللي بغيتو. وبالنسبة هادشي هذا كتهز ملي كتخلط هاد المقادير هذا كتدخل لك نص كيلو ديال الفورص تقريبا، وما ننساوش غنزيدو معاها الفاني خمارة حمراء. سمحولي، يلا هانتوما معانا هاد كاس ديال السنيدة الا ربع، كاس ديال الزيت الا ربع، غنديرو كاس وربع، غنزيدو شوية د الماء. ياكو شتوها، غنديرو معلقة د الخل، غنديرو معلقة ديال الملحة، نزيدو معلقة ديال سنيدة، وغنديرو خمارة. هانتوما يا البنات، لا نسيت شي حاجة. المهم هنايا كنخلطو، هنا درنا كاس وربع د الماء وكاس إلا ربع ديال الزيت، درنا معلقة صغيرة ديال سنيدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة ديال الخل، وغنزيدو الطحين. الطحين كيهز لنا تقريبا نص كيلو نيشان. وهانتوما معانا، غنخلط هادشي مزيان، وغنزيد الطحين بشويه بشويه، غنبقى نزيد الطحين بشويه بشويه. انا عندي هذا مغربل، المهم نص كيلو ديال الفورص كيهز لنا. انا عطيتكم المقادير نيشان، نص كيلو مع هادشي لي عطيتكم صافي. وغنعجنو هادشي مزيان، هادي ما كترتاح ما والو، عجنوها وخدمو بيها، كتجي مقرمشة وكتجي زوينة. دابا البنات هنا خصني نستعمل ضروري يدين العجينة، لي عندو العجانة يدير العجانة، لي ما عندوش يستعمل يدو. أنا نعجنها وهانتوما معانا. يا غير عجنيها وخا تجي شي تجيك شويه قاصحة، حيت ديك الزيت كيطلقها وديك الخل كيهشها. صافي، غنبقى هكا غادا غادا كنعجن، وفي التالي نطلاقا. بالنسبة للحشوة عندنا هنايا دجاج مقطع بحال هكا، عندنا شوية د المعدنوس، عندنا بصيلة مشلضة، عندنا الزيتون، عندنا شوية التومة، عندنا الهريسة، عندنا الشعرية الصينية. بالنسبة للتوابل عندنا معلقة د الخرقوم، معلقة د البزار، معلقة د السكنجبير، معلقة د التحميرة. اول حاجه غادي ديروا الزيت في المقله سخن،
الا هذه ما مش نحيدوها. من بعد البنات ما شحرنا البصله وزدنا عليها لادن فوق البوطه ومع العطريه، خليناها تشحرت مزيان، حيدناها من فوق البوطه. من بعد زدنا لها الشعريه الصينيه وزدنا لها ديك الزيتون المقطع وشويه الهريسه وكتولي لنا بحال هكا. هذه هي الحشوه اللي غادي نديروها في لي شوصه. المهم ها نتوما معنا وندوزو للمرحله ديال طريقه تعمل لي شوصه. وسمحوا لنا البنات لان كنا دايرين المقله فوق البوطه وما عرفناش كيفاش وقع وتمسح لنا كل شيء. المهم ها نتوما معنا. من بعد البنات جينا هكا، انا راني خدمت الاولى غادي نقطوها بحال هكا. غادي ندير شويه ديال الطحين، هذا انا غاسل على بابو نحطو ونطلقوها. هي تطلقوها رقيقة ماشي مشكل لانها هي ما فيها ديك الخمارة. غادي غادي تنفخ معانا نقراها هكا من بعد ما طلقنا هاد الكلاك اللي بغى يقطعها بهاد القطاعه يقطعها. انا قطعت هاد القطاعه كتجي جاتني شويه صغيره، نستعمل اللي ما عندوش يستعمل الزلافه يقطعها هكا القياس اللي بغى بحال هكا. هي كتعطي كميه كبيره وغنوريكم كيفاش. بناتي طلقوها مزيان فما طلقتوها كتجي مقرمشة وكتجي زوينة بحال هكا. صافي صافي غنحيدو هاد هادي نجمعوها ونوليو نخدمو بيها. الزلافة ما مضروش مهمة. نفرضي على هذا الشكل هكا، نحيدو هادي هادي نحيدوها. من بعد غنديرو الحشبة، نجيبو الحشبة نديروها هكا. غنبقاو غاديين على هذا الشكل هذا، نصور معكم وحده تشوف. نديرو لها هكا ونجيبوها نبركو عليها البنات بقاو تلصق. نديرو شويه ديال الطحين باش تلصق لنا. كلشي معانا بحال هاد الشكل هكا، نزيدو نسدوها مزيان باش متدخلش معانا في من الطيب بحال هكا. هانتوما صافي ونحطوها تقسم ديك الساعات نوريكم عاوتاني وحده اخرى ونحطو هانتوما بنتها. تجي بحال هكا
بلاصه تقصي العجينه هكا قطعوها بحال هكا هكا تحيدوا هذيك هذا كتجي بحال هذا الشكل يكون بيها ندير معاكم واحدة أخرى على التالي هانتوما كنبقاو غاديين هكا 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 حتى كنساليو أنا هادو جاوني كبارين ومن قطعت بالقطعة الأخرى جاتني جات صغيرة المهم نبقاو غاديين كيوليو بحال هاد الشكل هكا بحال هاد الشكل هادي البنات صافي وغنحطوهم وندخلوهم الفران من بعد ما يطيبو من بعد ما يطيبو غنوريوكم كيفاش غيجيو المهم هانتوما معانا ومن غيطيبو يوجد غادي نوريوكم كلشي بالتفاصيل المهم البنات من بعد ما دهناهم بالبيض درت عليهم شويه الزنجلان هو اللي عندي حاليا كاين وندخلهم الفران وملي يطيبوا ديك الساعه نتلاقاو ونشوفوا كي كيجيو حتى البنات من طابو خرجناهم من الفران كيجيو بحال هذا الشكل هذا هو الشكل النهائي ديالهم وكتجي العجينه مقرمشه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب وتابعوا معنا في القناة والتوفيق للجميع. سلام البنات اليوم جينا نحضر معكم المخ مشغمل على الطريقة ديالي عندنا المخ من بعد ما حيطلعوا العرق ديالو دي واحد العريقات كيكونوا واحد الجلدة بحال هكا انا خديت واحد هذا باش تشوفوا نوريكم ها تحيدوا ديك الجلده هكذا وديك العريقات عندنا مطيشه وحده محكوكه عندنا شويه الزيت عندنا القزبر والمعدنوس قزبر مدقوق وعندنا الكمون وعندنا الخرقوم ومعلقه ديال التحميره في اول مرحله اش غادي نديروا نقبطوا هذا المخ غنديوه في الماء غليان ردوه يغلي يحيد منه ديك الزفوره من بعد البنات من درت المخ في كاسرونه في الماء غليان درت معها شويه ديال الخل وشويه ديال الملحه غادي نجي وغادي ناخذ هريسه معلقه صغيره ديال الهريسه غناخذ ديك القزبر اللي دقيتو مع الثومه والملحه انا قلت لكم تقريبا 3 فصوص ديال الثومه غناخذ العطريه كامله وغادي نديرها انا قلت لكم معلقه صغيره ديال الخرقوم ومعلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال التحميره غادي نزيد عليها الزيت تقريبا نص كاس مع نص كاس كنخلط هذا الشيء هكا انا البنات كندير هاد التخليطه هذه هكا وشنو كندير كنفرقها كنشرمل بها المخ من بعد ما نقطعو وعاد كنزيد مطيشه وها نتوما غتشوفوا معانا طريقه التحضير كيفاش من بعد البنات مي كي نديروه يغلي كنحيدوا له هاد الشيء هذا ديك الرغوه ديالها وكنخليوه يغلى ديك الساعات نصفيوه ونشوفوا كيفاش غادي نديروا له من بعد ما صفيناه كيجي بحال هكا من بعد ما غلى صفيناه وغنخليوه نقطعوه وغادي نكملوا معكم المرحله المهم المرحله اللي قلت لكم من بعد ما قطعناه غادي نقطوه وغادي نزيدوه على ديك الشرموله اللي درنا ونسيت ما قلت لكمش البنات هذا المخ راه ديال البقري ماشي ديال الغنمي كندير له هكذا كنديرو فديك الشرموله كاين اللي كيطيبو غير فهاد الشرموله هادي هكا صافي كيردو في البوطه وكيشرملو انا كندير معاها مطيشه محكوكه وحده
دابا البنات من بعد ما شرملتو غادي نخليه يدخل في ديك الشرموله شويه، غنخليه شي شويه يدخل فيه ديك الشرموله اللي دايره، وعاد غنزيد عليه مطيشه وغادي نحطو يطيب فوق البوطه. ايوا وهانتوما معانا باش تشوفوا كيفاش غادي يجي الطواجين ديال المخ. من بعد البنات ملي كنشفروه شويه بحال هكا كنزيد له مطيشه اللي حكينا، كنخليه يتشحر عاوتاني شويه، عاد كنزيد له شويه د الماء نزيد له شويه د الماء تقريبا نص كاس. وغنغطي عليه ونخليه يطيب على خاطره، وبالتالي نوريكم كيفاش غادي يجي. من بعد البنات ملي كيوجد معانا كيجي على هذا الشكل، هذا هو الشكل النهائي ديالو، وكيجي مقالي ومزيون. ايوا الا عجبتكم الفكره بارطاجيوه مع صحاباتكم والاحباب، وشكرا للجميع.